باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أقرأ لأجل تعلمنا جزء من العظة على الجبل في الإصحاح رقم 7 في إنجيل معلمنا متى البشير في عدد 24. كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. ده جزء من العظة على الجبل في نهايتها في إصحاح 7 في عدد 24، بيتكلم على البنا الحكيم والبنا الجاهل. طبعا في بداية الاجتماع برحب بأصحاب النيافة الأحبار الأجلاء الموجودين ويانا النهاردة وكل الأباء، وإحنا ابتدينا الكنائس ترجع شوية بشوية لخدمتها، وابتدى الجميع ينشغل شوية بشوية بالخدمة ونرجع بقى لطبيعتنا. لكن خدوا بالكم أن نبقى ملتزمين للغاية بالإجراءات الوقائية، وبالذات مع دخلة الشتاء وتغيير الفصول. فالموضوع دلوقتي بقى حتى الدولة ابتدت تفتح المسارح والسينمات وقاعات المؤتمرات وفي الفنادق بأعداد كبيرة شوية، لكن ما زالت المسؤولية علينا كلنا. ولا أحد يظن أن الكورونا دي مشت، دي قاعدة ويانا، واخدين بالكم؟ بس قاعدة غصب عننا يعني. فأرجوكم تاخدوا بالكم خالص خالص. الحضور يبقى أي إنسان يشعر بأي عرض يفضل أنه يبقى في البيت يومين ثلاثة، أي عرض مهما كان بسيط، يعني ما يجئرش ما ينزلش. ما زلنا في حالة برضو بنسمع في الدول التانية بالذات في أوروبا، بعد ما فتحوا قوي ابتدوا يقفلوا، وإحنا بعد أسبوعين ثلاثة هيبقى في دخول المدارس والجامعة، برضو ناخد بالنا. وإحنا بنحتفل بأيام عيد النيروز وأيام تذكارات الشهداء، وبكرة تذكار القديسة رفقة وأولادها الشهداء، في سؤال دايما بيجي في ذهني. الجماعة الشهداء دول اللي بنقرأ قصصهم وبنبقى معجبين بيها ومتأثرين بيها، إن كانوا كبار ولا صغيرين، رجال أم نساء، شباب أم شابات، هم يعني طلعوا كده شهداء؟ طلعوا كده؟ فبيجي السؤال والإجابة إن كل شهيد وراه أسرة، في غالبية الأحيان وراه أسرة، وهذه الأسرة بتبني. عشان كده اخترت لكم الجزء اللي قريته ده. لما بنيجي نعمل سيرفي أو يعني مسحة عام على كل سير الشهداء، بنلاقي الشهداء عندنا نوعين: شهداء من أجل الإيمان، وشهداء من أجل العفاف، العفة والنقاوة. والنوعين دول في كتير من قصص الشهداء كانوا مرتبطين ببعض، يبقى هو شهيد إيمان وأيضا شهيد عفاف. وعايزك تعرف أن الجو اللي كان موجود في الإمبراطورية الرومانية في القرون المسيحية الأولى كان جو وثني، يعني القرن الأول والثاني والثالث كان قرن وثني، قرون وثنية. والوثنيين ما عندهمش حاجة اسمها العفة، عندهمش حاجة اسمها النقاوة، عندهمش حاجة اسمها الطهارة، ده مش موجود. ولكن المسيحية عندما بدأت علمت الإنسان كيف يكون قلبه طاهرا، فكره نقيا، جسده طاهر، علمت الإنسان هذه الفضائل. فبقت العفة والطهارة أحد سمات الإنسان المسيحي اللي لازم يحافظ عليها، ويحافظ عليها بخصوص جسده، بخصوص فكره، بخصوص قلبه،
وأنا لما بروح، الواحد فينا لما بيروح لقبض اعترافه ممكن يقول له أنا عندي شوية أفكار وحشة كده بتجيلي. حتى الفكر الوحش ده بنعتبره في مسيحيتنا أنه خطية، وبنعترف بيها علشان أنال نعمة أن ربنا يشيل ويطرد هذا الفكر الرديء. حياة الوثنيين ما كانش فيها اسمها خطية، ما كانش فيها حاجة اسمها أن يحفظ عفة جسده، مفيش. عشان كده كانوا مستغربين في قصص الشهداء وأحداثهم. لكن في سير الشهداء بنفاجأ بحاجات غير عادية. يعني مثلا في قصة شهيدة من الشهيدات كان اسمها فيبرونيا دي، وكانت إنسانة عذراء وصارت شهيدة. لما هجموا عليها المضطهدين وأرادوا أن ينجسوها، ابتكرت حيلة غريبة قوي. قالت استنى استنى، ده أنا عندي حاجة عايز أقدمها لك هدية قبل ما أموت. لا إيه الحاجة دي؟ قالت له في زيت ورثاه من جدودي على اللي كانوا بيحاربوا، والزيت ده لما الواحد يدهن رقبته بيه يجي أي سيف ما يأثرش في الرقبة. لا يا ده يعني حاجة اختراع جميل، استنى ما اجيبه لك. جابت الزيت وقدمته له، قلت له جرب فيا، ودهنت رقبتها بالزيت، وكانت النتيجة انها بالسيف وماتت قدامه. وارتعب قد كده الحفاظ على العفة والنقاوة. شهيد اخر عندما طلبوا منه أن يبخر للأوثان ويعبد الأوثان رفض. قالوا بس ما ينفعش ويا ده غير أن احنا يقع في الخطية. فأدخلوا عليه امرأة ساقطة وربطوا ايديه ورجليه. عمل ايه؟ يحكي لنا التاريخ أنه ضغط على لسانه بسنانه وجرحه فتدفق الدم وبصق هذا الدم في وجه هذه الإنسانة. ارتعبت وخافت ومشت. وقصص الشهداء لا تنتهي. النهاردة أو بكرة بنحتفل بقديسة رفقة، ولادها ماتوا على حجرها كبير. صوروا أم ولادها الشهداء، ولاد وبنات، تبقى بهذه الصورة. القصص كتيرة قوي. أنا عايز أكلمك على إيه؟ عايز أخرج من الموضوع ده أن اللي صيرهم شهداء وشهيدات وأقوياء وحافظوا على نقوتهم وعفتهم هم أسرهم. وعشان كده أنا مخلي العنوان بتاع الكلمة النهاردة حراس النقاوة. مين بيحرس النقاوة بتاعت الإنسان النهاردة وإحنا في القرن 21؟ حراس النقاوة. وده أمر يخص التربية. في التربية معروف أن لها خمس مصادر في حياة الإنسان: الأسرة، المدرسة أو الحضانة والمدرسة والجامعة، بعد كده الكنيسة، ثم الأصدقاء، وأخيرا الإعلام، الميديا. احفظوه: الأسرة والمدرسة والكنيسة والأصدقاء، الأصحاب اللي بنتعرف وإحنا صغيرين خالص، ثم الميديا في الآخر. ده التسلسل بتاع التربية المضبوطة. أخذ الأول من بيتي وأتعلم في المدرسة أو في الحضانة، وأخذ من كنيستي، وأخذ من الأصحاب، وأخيرا أخذ من الميديا. اللي حاصل من 20 أو 30 سنة مع انتشار الميديا الواسع في العالم ان المنظومة دهية تبدلت، وصار نمرة واحد ايه؟ الميديا. صارت نمرة واحد، ونمرة اثنين الاصحاب، ونمرة ثلاثة كنيسة، ونمرة اربعة المدرسة، ونمرة خمسة الاسرة. والسبب في كده ضغوط اقتصادية واجتماعية ونفسية، مش هنتكلم في دي. بس صار النهاردة في وضعية مختلفة جدا
على اللي الكبار فينا اتربى بيه. يعني ولادنا وبناتنا اللي اتولدوا من 20 سنة، سنة 2000 اللي عمرهم السنة دي 20 سنة، كل سنة وهم طيبين، ده اتولدوا في جو من الميديا الكامل، النت واونلاين والمواقع والصفحات، حياتهم زمانهم. ما بنقولش حاجة عليها غلط دلوقتي، لكن زمانهم كده. لكن هذه المصادر اتغيرت. طب ولادنا بقى وبناتنا اللي هيطلعوا دول، هيطلعوا زي الأجيال اللي بسمع عنها كده، فيهم نقاوة، فيهم طهارة. ده القديس بولس الرسول في يوم من الأيام بلغ تلميذه تيميساوس وقال له احفظ نفسك طاهرا. خد بالك من الوصية، 3 كلمات بالأمر، احفظ نفسك طاهرا. وبقت الصورة دهيت لها إحصائيات مرعبة. يقول لك الطفل والصبي اللي عمره ما بين 8 و 18 سنة بيشوف كل أسبوع 50 ساعة على الميديا. بيتعلم إيه؟ وبيشوف إيه؟ وبيفهم إيه؟ وبيفسر إيه؟ وبيتجرح جواه إيه؟ وبابا وماما مش هنا، أو بيتفرجوا بس، وبين الموبايل على الآيباد على اللاب على تلفزيون. طب وبعدين؟ خد بالك، أنا النهاردة عايز أكلمك عن حراس النقاوة. كيف نحرس نقاوة أبنائنا وبناتنا؟ طبعا عدو الخير بيستغل هذا الأمر وبيعمل حاجات كتيرة جدا في اللي انتوا شايفينه. يعني برنامج من البرامج اللي طلع في الصين وبتغزو بيها العالم طلع في الصين، وبرنامج كل عمره دقيقة طوله دقيقة، والبرنامج ده مخوف أمريكا. شوفوا الرعب، مش عايز أقول اسمه طبعا، لكن من الصين اخترعوه ومأثر على الحياة اللي في أمريكا. دول من أكبر الدول، أمال دولنا نعمل فيها إيه؟ عشان كده كلامي، لأن الموضوع ده يطول شرحه، أنا عايز أكلمك على 5 نقط رئيسية هي إرشادية لكي ما نكون حراس لأولادنا. وكلمة أولادنا وبناتنا معناها أولادنا وبناتنا الصغيرين، الأطفال، الفتيان، الصبيان، الفتيات، الشباب، الشابات. أول حاجة، أنت كأب وأنت كأم، ربنا أوكل لكم أنك تكون حراس على أسرتك، حارس، حارس على الأسرة. وبالتالي أنت مسؤول وأنت مسؤولة أنك تحدد كمية الميديا، الكمية اللي يشوفوها أولادنا. تقول لي ما بنقدرش، أنت حر، زي ما أجيب حارس ولا أنا مش قادر أحرس، خلاص شو بقى نتيجة عدم الحراسة يحصل إيه؟ فأولادنا، أنت كبابا وماما، لأن أولادنا في بيوتنا، بابا وماما أنتوا الحراس على كمية، وأرجوكم تاخدوا بالكم من الكلمة، كمية الميديا اللي يشوفوها أولادنا. أما حكاية 50 ساعة في الأسبوع، حاجة غير عادية، 50 ساعة في الأسبوع يعني مثلا 6 ساعات كل يوم متنوعة، 6 ساعات يعني ربع اليوم، يعني ربع العمر بيضيع. وبالتالي بالذات مع الصغيرين، إذا ما كنتش أنت كأب وكأم تشبع، وطبعا الكنيسة لها دور والمدرسة لها دور، تشبع أولادك وبناتك، تشبعهم من كلمة ربنا. لأن الصغيرين عاملين زي الإسفنجة، زي الإسفنجة، حط قدام تلفزيون هياخد الحاجة ويمصها، حط قدام كلمة ربنا هياخد الحاجة ويمصها. عشان كده في الصغيرين أرجوكم كتروا من قراءة الإنجيل قدامهم، من الاستماع، من القصص، تحكي القصص، شيء مهم جدا ده في السن الصغير. ليه؟ لأن كل ما تزرع فيهم الإنجيل أنت تزرع فيهم مخافة الله والإنجيل بصورة خاصة. ليه؟ لأن السيد المسيح قال كده، الكلام الذي أكلمكم به
هو روح وحياة. يعني انت بتزرع الروح ان ابنك وبنتك يكون عنده روح وحي، مش مجرد بني ادم رايح وجاي وياه الاي دي بتاعه للرقم القومي ورايح وجاي وخلاص وبيتعلم وبيكبر. لا، انت بتزرع فيه روح وحياة من خلال الكتاب المقدس. دي نمرة واحد، انت الحارس على اسرتك. زي ما بنوقف حارس وبنقول له تدخل ده وما تدخلش ده، نعمل كده. الحارس اللي واقف مثلا على مسرح بتدخل الشخص اللي وياه دعوة، غير كده ما يدخلش. ففي نظام. نمرة اتنين، لازم تعلم أولادك وبناتك ومنذ الصغر مهارات التمييز، يعرف يميز اللي بيشوفه، اللي بنسميها كده في الحياة الرهبانية بنسميها الإفراز، فضيلة الإفراز. يعني يفرز الجيد من الرديء، ده مناسب ولا مش مناسب، ده يبني ولا ده ما يبنيش. يعني مثلا في أفلام الكرتون، هديكم مثال كده صغير وإن كان مثال غربي، في أفلام الكرتون العيال كلها بتحبها. في أفلام الكرتون يبقى في واحدة أميرة، واحد أمير، وبيمثل ولا بيعملوا أي الأدوار بتاعتهم، وبعدين في وسط الدور كده ياخدوا بعض ويبوسوا بعض. طبعا دي مش من الثقافة بتاعتنا. ولازم أفهم ابني وبنتي إن العلاقات الجسدية ما تجيش غير مع الزواج. إحنا في علاقتنا وإحنا فتيان وإحنا شباب وإحنا صغيرين بنكبر شوية بتكون علاقتنا بحساب، وفي لما ربنا يسمح بالارتباط يبقى لها تواجد. هو لما يعمل كده في أفلام الكرتون كأنه بيغرس في الولد والبنت إن ده أمر عادي. أديكم مثال تاني، أحيانا يجوا يعملوا إعلان على عربيات، عربية سيارة، لما يعمل إعلان على العربية طبعا يعمل إعلان جميل، ووقف جنبيه واحدة بنت كده لطيفة شيك لبسة لبس معين، ويقول لك العربية دي تمنها قد كده. أول سؤال يخطر في بال الصغيرين والفتيان هو أنا لما اشتري العربية هشتري وياها اللي واقفة جنبها؟ يعني هيوزعوا على كل عربية واحدة بالشكل ده؟ ما هو ده الانطباع اللي بيجي في الأول. لكن ده استخدام للمرأة يحط من قدرها، أو استخدام للجنس بأي صورة يحط من قدره من قداسته. أرجوك تاخد بالك، العربية سلعة للاستهلاك. لما وقف جنبها واحدة، هل الواحدة للاستهلاك؟ ده إنسان أو إنسانة. القيم دي لازم أنت تكون قاعد وبتحرص ابنك وبنتك من الحاجات اللي بيشوفها. وقيس على كده حاجات كتيرة. من الحاجات الغريبة إن مثلا لما يحصل حادثة، حادثة أي حادثة تحصل، يفضل التلفزيون يكررها مثلا زي حادثة بتاعة 11 سبتمبر بتاعة أمريكا دي، الطيارات اللي دخلت في البرج، كويس؟ يفضل التلفزيون يكررها مرات ومرات. إحنا الكبار نفهم إنها حادثة واحدة، الصغيرين يفهموا إنها 20 حادثة. واخدين بالكم؟ تكرار المشاهد المأساوية يدمر نفسية ولادنا وبناتنا، يدمرها. لازم تكون واعي، هو في حد حاجة في حياتك أنت كأب وأم أغلى من ابنك وبنتك؟ أظن ما فيش. عشان كده لازم تعرفهم وتطلعهم يعرفوا يفرزوا ده صح وده غلط، ده مناسب يناسبني وما ده يناسبنيش، ده جيد وده رديء. ودي حكاية نتعلم ونكبر بيها. ولازم أنت زي ما قلت لك في نمرة واحد، أنت الحارس على بيتك. نمرة ثلاثة، وده اللي خلاني أختار الجزء ده للقراية، إن الجزء ده بيقول إن في اتنين راحوا يبنوا البيت. أول واحد رجل عاقل، خد بالك من الكلمة، وبعدين بنى بيته على الصخر.
طيب ايه اللي حصل؟ حصل ثلاث حاجات. نزل المطر وجاءت الانهار، يعني في فيضان، وهبت الرياح الزوابع، حاجات شديدة. يقول لك ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. تاني بقى يشبه برجل جاهل. مين يقبل على نفسه الصفة دي؟ برجل جاهل بنى بيته على الرمل. هو حد يبني بيته على الرمل برضه؟ يقول لك نفس الأفعال، نزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، صدمت ذلك البيت فسقط. شوف التعبير بتاع الإنجيل، فكان سقوطه عظيما. جاهل. الكتاب المقدس بيقرر لنا أن الصخرة هي المسيح. يا ترى بتربي ابنك على أساس الصخر ولا على أساس الرمل؟ بتربي ابنك على أي أساس؟ تربية الإنسان إيه بقى؟ يعني إيه الصخر وإيه الرمل؟ حاجات كتيرة في الميديا عبارة عن ثقافات وهمية زائفة. ريت مرة أنا القصة دي. أقول لك فنان راح يصيف، هو بيصيف فنان، فنان تشكيلي، فابتدى يمسك الرمل وخلطه بشوية مواد، وقعد يعمل كده شكل قلعة، وقعد فيها 4 أيام، ما عمل فني يعني، عمله في 4 أيام، منظر جميل. وبعد شوية أطفال أو شوية فتيان كده معديين شافوه، هجموا عليه على المكان ده، اتهد في 4 أيام، في 4 دقايق. اللي أنت بتبنيه في 4 أيام يتهد في 4 دقايق. اللي أنت بتقعد تبنيه في ابنك وبنتك كويس ممكن يتهد في منظر، في حاجة يشوفها، في شات يعمله. عشان كده نقرر ونقول أن الآباء والأمهات هم الآلات التي كرسها الله لبناء جيل المستقبل. الأب والأم هم الآلات، الأدوات اللي ربنا كرسها، قال له يا بابا ويا ماما انتوا عندكم ولادكم دول وبناتكم دول، انتوا مكرسين ومخصصين من أجل هذا الجيل. عشان ايه؟ عشان تبني ابنك وبنتك على الصخر وليس على الرمل. اوعى تستهين بكده، اوعى تستهين. وده اللي بيخلينا بنشوف بقى انحرافات لا تنتهي واتعاب لا تنتهي. يقول لك الواد ده وهو صغير كان بيسمع الكلام، دلوقتي ما بيسمعش الكلام. البنت دي كانت وهي صغيره كويسه ومش عارف ايه اللي حصلها لما كبرت. أرجوكم خدوا بالكم، خدوا بالكم. كل السير القديسين اللي بنقراها وبنسمع عنها، نعمل تمجيد وناخد أسماءها، وراهم أسر قوية ربطهم صح، ربطهم صح. ومتأسف في الكلمة اللي هقولها، اوعى تكون بتربي ابنك أو بنتك بطريقة خاطئة، دي خطية كبيرة جدا، خطية. هو مش حكاية ان ربنا عطانا عيلين ثلاثة اهو يطلعوا زي ما يطلعوا، لا، ده الله يستودعك بأمانة عشان تحافظ عليها وتنميها وتكبرها عشان يبقى انسان ناضج قوي في ايمانه ونقي في قلبه. نمرة 4، امر من الامور غاية الاهمية، اجادة التواصل الاسري. انك انت كأب وكأم لازم يكون في قنوات مفتوحة بينك وبين ولادك وبناتك، مش الصغيرين بس، الصغيرين وفي سن المراهقة وفي الكبار. انا اظن حكيت لكم مرة قصة لطيفة قوي عن مدرسة جت يوم السبت بعد يوم الاجازة وسألت الولاد، سألت الولاد انتوا عملتوا ايه امبارح في الاجازة؟ فولد وقف قال كده، وبنت وقفت قالت كده. ولد وقف قال ايه؟ امبارح بابا خدني عشان نروح نصطاد سمك، وقالها بحماس كده. فالمدرسة تلقائيا بتسأله بتقول له وانت بتحب صيد السمك؟ قالها لا.
فالمدرسة يعني جالها تشك، لا قالت له امال ايه؟ قال لها انا كنت فرحان مش عشان نصطاد سمك، انا كنت فرحان عشان ويا بابا. واخدين بالكم من المعنى؟ المعنى اللي جوه القصة يعني هنا التواصل الأسري حاجة كبيرة ومهمة جدا. يقول لك وانت بتعمل التزاماتك المنزلية، نازل تشتري حاجة، نازل تجيب حاجة، خد ابنك وياه، خد بنتك وياه، واشرح له وكلمه ودردشه وانتوا ماشيين كده في الطريق. لا تتخيلوا يا أحباء مقدار هذا الفعل في تربية أبنائنا. التواصل الأسري، التواصل الأسري، ناخد وندي. يجي ابنك ولا بنتك كلمك تقول له مش فاضي، مشغول، تعبان، زهقان، أي بقى تعبير من التعبير دي. طب يروح فين ابنك؟ هيروح بقى يلاقي الميديا اللي بتدي تتلقفه. خدوا بالكم ان التواصل الأسري ما بين بابا وماما، ما بين ولادهم وشبابهم وشاباتهم، يحفظ الإنسان من مخاطر السلوك المنحرف، المخدرات، العلاقات والإباحيات، السلوكيات الهدامة، الأصحاب المتعبين. ما أنت ما فيش تواصل بينك وبين ابنك، هيعمل تواصل بينه وبين واحد تاني خلاص. للسبب ده اهتم أنك تكون في عمل حوار بينك وبين أولادك وبناتك. ويا سلام بقى لو كان كده كل يوم كل يومين في حوار روحي حلو، نقف نصلي صلاة قصيرة، بنقرأ في الإنجيل قراءة صغيرة بتتبادلوها في البيت ويا بعض، بنقرأ سير القديسين، بنقراها وبنشرحها وبنعيش فيها، مش بنقراها كده خلاص جبر الخواطر، لا ده احنا بنقراها وبنشرحها لأولادنا وبنكبرهم بيها. واوعى تقول ده العيل هم صغيرين وبس، لا، ولما يكبروا ولما يبقوا في بدايات المراهقة ومع الشباب، هذا التواصل الأسري بالصلوات بالقراءات بالألحان بالمدايح بالترانيم، كل ده وسيلة قوية انك تبني ولادك وبناتك زي الرجل العاقل، تبنيهم على الصخر. نمرة خمسة، انك انت لازم تحط حدود. حدود، الدنيا مش سايبة، لازم يبقى في حدود. وتعليم الحدود ده حاجة مهمة جدا في تربية ولادنا وبناتنا منذ الصغر. يعني مثلا لما اجي لابني الصغير واقول له درفة الدولاب دي بتاعتك انت، انت يا بابا وماما لو جيت تفتحها لازم تستأذنه، لازم تستأذن ابنك الصغير، شيء مهم خالص. لو اتفقت وياه على شيء لازم تنفذه بالضبط، في حدود. وعايز اقول لك على حاجة في موضوع الحدود دي، ان تربية ولادنا وبناتنا تحتاج الكلمتين دول، كلمة نعم وكلمة لا. في اب وام عنده نعم ونعم وخلاص وروح واعمل واصرف، وفي اب وام بيستخدم كلمة لا، لان كلمة لا هحتاجها، ابني هيحتاجها وبنتي هيحتاجها يوم ما يقف قدام الخطية، يقدر يقول لا، يقدر يقول لا. فتعليم أولادنا وبناتنا وإحنا بنبنيهم، تعلمهم الحدود السلوكية، حدود السلوك، ويكبر عليها ويعرفها خالص. وده بيسميه أشعياء النبي، بيسميه كلمة حلوة قوي، يقول لك بتمشي ابنك في طريق القداسة. دي في إصحاح 35 عدد 8. ومع الطريق القداسة ده عايز نوع من التشجيع باستمرار، بتشجع ابنك. بنواجه طبعا ولادنا مش ملايكة يعني، لكن شوية بشوية انت بتشجع، واخد بالك منهم خالص. الحكايات دي عايزة الصبر، عايزة طول الأناة، عايزة الاحتمال، وليس عبثا يا أحبائي إن احنا كل يوم نصلي ونقول محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح ورباط الصلح الكامل. الإرشادات الخمسة دي حطها قدامك وانت بتبني
فاضل نقطة أخيرة، إن كل الميديا بتبقى من خلال عينينا، كل الميديا. طبعا أيام أبانا الشهداء ما كانش فيه تلفزيون ولا موبايل ولا الحاجات ده، هي عشان كده بيسموا الزمن اللي احنا فيه عصر الصورة، عصر الصورة، الصورة الثابتة والصورة المتحركة والملونة والمؤثرة والمدهشة. شو بقى المسيح علمنا ايه في اول العظة على الجبل؟ قال كده: اذا كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. كلمة بسيطة يعني نقية، يعني اذا ربيت انت كأب وكأم وكخادم وخادمة ومدرس ومدرسة بعين بسيطة بعين نقية، هقدر أزرع في ولادنا العين النقية، عين نقية. يقوم يقول لك إيه؟ جسدك كله يكون منور، جسدك كله يكون نيرا. نيرا يعني مقدسا. واخدين بالكم من الحكاية؟ يعني العين هنا لما بنقرأ القصة دهيت أو الجزء ده في الإنجيل، إذا كانت عينك بسيطة بطبقها على نفسي وخلاص، لكن لا، ده أنت لازم تطبقها كمان على أولادك وبناتك، إنك تنشئ فيهم العين النقية، عين نقية. في بلد من البلاد، دولة من الدول، عندهم طبعا زي كل دول العالم عندهم نت، فبقول لهم انتوا النت اللي عندكم نت قوي كده، وهي بلد صغيره. قالوا لي: اه بس احنا مش عندنا النت زي كل العالم. قلت لهم: امال ايه النت اللي عندكم؟ قالوا: احنا عندنا بيور نت. قلت لهم: يعني ايه بيور نت؟ نت نقي. قلت لهم: يعني ايه بيور نت؟ قالوا لي: احنا حاجبين ثلاث مواقع، مواقع اللي بتتكلم في السياسه، مواقع اللي بتتكلم في الجنس، المواقع اللي بتتكلم في الاديان، في الاديان. كويس، لان البلد فيها اديان كتيره يعني هناك، فدي ما حجوه، وبقى يستخدموا النت في الحاجات الثقافيه، وخلصت القصه. عايز اقول لك ايه؟ اذا كانت عينك بسيطه، انت مسؤول ان تربي في ابنك عين بسيطه، عين نقيه، جسدك كله يكون نيرا. يحكى في سير الشهداء ان قديسه من القديسات اطلقوا عليها الحيوانات المفترسه فجسمها تعرى، فكان اللي شغلها في الموضوع مش الوحوش، اللي شغلها جسمها اللي اتعرى منه جزء. شوف قد ايه النقاوه، قد ايه الحكايه ده هي. نسمع عند ديموس وتيودورا، نسمع دول اتنين شباب ما يعرفوش بعض. تيودورا قالوا لها تنكر الايمان، رفضت: اسيب المسيح ازاي؟ قالوا لها: طيب البت دي ما ينفعش وياها غير نحطها في بيت من بيوت الشر، بيوت الخطيه. زمان طبعا ما كانش فيه انوار ولا حاجات ده، هي حطوها في بيت الشر طول ما هي واقفه هناك عماله تصلي. حكيت لكم انا الحكايه دي الاسبوع اللي فات، بتصلي، يجي لها شاب بالليل وهو لابس ظابط، يقول لها: تيودورا انا شفتك وحاطينك في البيت ده، وربنا بعتني، خدي لبسي وهاخد لبسك وانت هربي. وتهرب بالليل. كويس، في الصباح يكتشفوا ديديموس ده عمل ايه، ديديموس ده شاب، يوم يقبضوا عليه وياخدوه لساحة الاستشهاد، هيستشهد. يوم هي تعرف اللي هربت، تيجي من بعيد وتجري وتخش وتقتحم المشهد وتقول عبارة مشهورة: لا تسرق إكليلي، أنت أنقذتني، حفظت عليا، كتر خيرك. لكن تاخد إكليلي بتاع الاستشهاد؟ أبدا. ويقول لنا الكتاب التاريخ أن الاثنين استشهدوا في نفس الوقت، واثنين شاب وشابة ما يعرفوش بعض، ديديموس وتيودورا. عايز أقول لك العين البسيطة مسؤوليتنا، وإن كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلما، مظلما يعني فاسدا. احنا لازم نربي في أولادنا العين، لأن من خلال العين والودن 88 من المعرفة بيخشوا عند الإنسان. شو بقى بيخش عند ابنك ايه؟ وبياخد ثقافات ايه؟ وبيتعلم ايه؟ وبيختزن جواه ايه؟ وبنسمع دلوقتي عن مشاكل وحوادث كتيرة من خلال النت، اللي فيكم بيتابع بيشوف الحاجات ده هي.
فأرجوكم أنتم حراس النقاوة، حراس النقاوة في حياة أولادكم وبناتكم. ولما أقول أولادكم وبناتكم ما أقصدش الأطفال بس، أقصد الأطفال والكبار شوية والشباب، دي مسؤوليتنا لغاية ما تسلم ابنك ويبقى إنسان كامل وناضج ويبتدي هو بقى هيفتح بيت. خلاص أنت خدت مسؤولية في التربية كبيرة خالص. وبالصورة ده هي بنربي ولادنا، ويحق لنا أن احنا نقول على نفسنا أن احنا ولادهم، ولاد الأبطال دول، أبطال الإيمان وأبطال العفاف، الناس اللي بيحرسوا نقاوة الإنسان. ودي مسؤولية علينا كلنا، سواء في البيت بابا وماما، سواء في الكنيسة الخادم والخادمة وأبونا الكاهن وأب الاعتراف، حتى في المدرسة، المدرسة اللي بتعلم برضو مسؤولة عنها تسلم النقاوة لأولادها. ربنا يحافظ عليكم ويعطينا دايما بالروح أبانا الشهداء، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين. الليل ويزق سبتريك أيوك أيوك ماتي كانن كايك استسيون استنيون آمين. ما بكلون تديرون بيد اندك ميد خريستوس سيب شويس يارون امني مومين امني سيتين امني كاربوس صديم مونون اينانا كيتشيت خريس موزيس سيمتون ابن ديمت شي سيدك بگدی از سو بند داوید سو بیان ت سولومون ابن مام برکتیم بیت ویژن دی آبوس کولوس شوی زبیاری بون خنپتا و یارت فیم بنیود تایوت نار شیرف سی بابا و تا و دروز نمنیود متروپولیتیس آبا مورگوس نمنیود نیبس کوبوس نیت کی نیمن تیم سبیون نگاجی تیرو سابی سیدن نو چنف گیم کولیم کنیه لیسون کنیه لیسون ليتراف الله علينا وباركنا وزر رجع علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين، وهداتي إلى القديسة الطاهرة مريم والأربعة المؤمنين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس أربعة عناق غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرض رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم، بركة ملاك هذه الليلة، وبركة القديسة الشهيدة رفقة وأولادها الشهداء، وبركة عيد النيروز، وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا، بركتهم المقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا. أمين بخريستوس بالنوت. أمين. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطنا سلامة، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوب ما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة جيم الشريف بالمسيح يسوع ربنا لنا، لك الملك والقوة والمجد. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم.